يعني 22 دولة عربية، أنظمة مختلفة، مصالح مختلفة، ارتباطات خارجية مختلفة، تنقسم إلى تيارين كبيرين، تيار اللي ينشد الحرية والاستقلالية والتنمية، وتيار ما زال مرتبط بالقوى الكبرى. شيء طبيعي تكون هذه الخلافات، ننتظرها وعادية جدا. أنا قريت في الصحافة يعني أنه ثلاث عناصر اللي ركزت عليها الصحافة الجزائرية، اللي هي قضية عودة سوريا وقضية الزمان، يعني جدول الأعمال. نعم، جدول الأعمال وجدول الأعمال. هم ثاني هذا شيء طبيعي، جدول الأعمال يختلفوا حوله، شيء طبيعي. وحتى سوريا اللي عزل سوريا وعزل قبلها العراق وعزل ليبيا، هما نفسهم اللي ما زالوا في الجامعة العربية ومؤثرين فيها يعني. فالجزائر معروف على الجزائر، يعني النظام في الجزائر معروف أنه عنده مشروع تحرري وحدوي. لما الصف الجزائر تسعى لعودة سوريا ب ب تسعى لعودة كل العرب، تسعى لعودة كل العرب، وترفض هي طرد أي أو عزل أي بلد عربي. هذا موقف جزائري قديم، وإلا ما نسميوه جامعة. ولذلك الجزائر أعتقد أنه، وهذا اللي نتمناه، أنه القمة هذه لازم تكون مرحلة جديدة للجامعة العربية.